شباب. ايه بس اتقل من هيك. يلا عليك. على راسي. بلدي. على راسي. اها سيودو يا عليم الله عند حاجته لبيسو 2000 دوشيش. هات لشو ارجيني شو رح يطلع معه. شو بك ابو عزمي؟ لك تطلع على هالزلمه يا ابو عمدي. شي لك ليكون ابو عمار. لا ابو عمر عطاك عمره من سنتين. الخالق الناطي حتى قعدته يكون عنده نفس العين الا هي ماركه مسجله باسم ابو عمر الله يرحمه. تتذكر بايام العسكريه لما اجى الضابط بسياره جديده؟ المسكين ما لحق يفرح فيها طرق عين جاب اجلها. لا وانت ساده ضرب شوفير المدح عليه عين عماله على قلبه وخلى يفوت بالمدح على بسيارة الضابط. وهي دوشيش وطلعنا بالمصيدة. أرجيني شو رح يطلع معك شباب. لك شوف 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 على مين عم يطلع. أنا بفضل الشيفون اللي لونه تريكوايت صحيح ماشي بتشف وهدلي بس الأورجانزا ماشي واحد المشكلة ما تطلع عينه مثل عين أبو عمر. لك شوف شوف ماشي على عينه على الزلمة. انت بس نزلهم على سوق الحرمية هتكون انا بانتظارك. قلت لك عنده نفس العين. بس الموبايل مو مثل السيارة. الحسود عينه ما بتترك شيء. بتتذكر لما اشتريت الصباط الجديد؟ يوميتا ما عتقني بده يعرف قديش حقه ومنين جبته. طول النهار ما قام عينه عنه. الله ستر رجلك يوما. شفت لو ما سحبت بآخر لحظة كان الترين مر من فوقها. لك شوف التاني عامل لي حاله رجل أحمد خطير على البزنس مان. من وقت ما قعد ما شال موبايل من على إذنه. لك يا سيدي لحتى يأرضي العالم إنه هو عنده موبايل. وأنا متأكد إنه ما عم يحكي شيء مهم. لك أنا هي قرقت الموبايل كله ما فاتت مخي ما خرجت مشري. لك نحن على أيامنا اللي عنده تليفون أرضي بيكون معزوم. يا سيدي أنا حتى التليفون ما خرجت مشري. ليش التليفون؟ كل الناس تعرف بعضها بيحكوا مع بعض ضروري بالتليفون. من شأن نتواعد نلتقيه. تصور أنا وياك قاعدين هون كل واحد عامل موبايل وعم يحكي مع الثاني. ألو ألو أبو حمدي إجاك بنجيك العب. ألو أبو عزمي رح ألعب بالبنجو وياك بس أنت دبر لي الحجر المعبوس. ألو إجباري. لك ليه؟ لك عيونه لزقت بالزلمة. هذا كله من نوع. إيه خلاص خلاص. شيء خمس دقائق. على راسي على راسي. خلاص على الاتصال. الموبايل رقم موبايل معكم. أوكي أوكي. لك الله لا يوفقك. ما لك طاسي مسعيره استعارة. لا شوف 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 مع مين عليك. ما عاد خلق علي مع الزلمة الغلط بس لو بيعرف مين السبب. العام لك شوف شوف ما لصمت العادة.
خلينا نكمل بقيه. ليك 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 هالمره على العيون الزرق. الله يجيرنا من عينا. لك وين راح دوا ياكله؟